باسم الاب والابن والروح القدس الين واحد امين. من بشاره معلمنا متى البشير بركاته الاصحاح السابع بركاته علينا امين. ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعلي الاسم. فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، نزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط، لأنه كان مؤسسا على الصخر. وكل من يسمع أقوال هذه ولا يعمل بها يشبهه برجل جاهل بنى بيته على الرمل، نزل المطر وجاءت الأمطار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما. فلما أكمل يسوع هذه الأقوال بوهتت الجموع من تعليمه، لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة، والمجد لله دائما أبديا أمين. المرة اللي فاتت يا حبايبي كنا بنتكلم عن شاول وداود ويوناثان وإلياب، وقلنا دول الأربع شخصيات إذا الإنسان دور هيلاقي نفسه في واحد من دول. وقلنا ان شاول الملك عمل بصيره بتاعته ما خلاهوش يشوف الطريق بتاعه، رغم ان ربنا اختاره ورغم ربنا سر بيه في الاول، لكن انهى حياته بمأساه بعد ما ملأت الغيرة قلبه. قلنا أن الله اداله فرص كتيرة جدا، كان بيكلمه باستمرار حتى بعد ما رفضه عشان يرجع ويتوب ويعدل مسيرته، بل عينه كانت بتشوف كل يوم أعمال الله، وما هذا كان زي الحجر. وفي الآخر رغم أنه دعي مسيح الرب إلا أن رفض من الملك. وبعد ما كان الله بيكلمه وكان بيسأل الله وكان يتمتع بصموئيل النبي وإرشاداته فات كل شيء. وشفنا المرة اللي فاتت لما الله كلمه بطريقة تفوق العقل و
وما هذا وما هذا ما استفدش. كانت في صمويل الأول 20، قلنا شاول ومع كده شاول ما استفدش، قلنا ما كانش في ذهنه وما كانش في قلبه إلا كرسي الملك، عايز يوقف إرادة ربنا. كان عارف إن داود هو اللي هيجي مكانه، لكن بدل ما يسلم ويشكر الله ويخدم داود رفض، حتى لو وقف ضد إرادة ربنا. وأنا من أعجب اللي احنا شفناه، شاول صمم يقتل داود، ويوناثان صمم أنه ينقذ داود. شاول كان عارف أن داود هو اللي هيبقى مكانه، ولكنه رفض. وداود كان عارف أن شاول هيبقى مكانه، ومش هو هيبقى ملك إسرائيل أو مسيح الرب، قبل وأظهر محبته لداود واستحلفه بالله أنه لما يتولى الملك يذكر ولاده وعائلته ويصنع معه معروف. وشوفنا آخر مرة أو في آخر الموضوع مشهد كان عجيب، لما شاول صمم أن يقتل داود، قلنا سأل عن داود، قالوا له داود راح خد بعضيه وهرب، ما جاش، راح فين؟ قاعد يسأل عنه. فقالوه، فقيل له ها هما في نيوت في الرامة. وسأل وقال ابن صموئيل أين صموئيل وداود؟ فقيل ها هما في نيوت في الرامة. ذهب إلى هناك إلى نيوت في الرامة بعد ما بعت الجنود بتوعه 3 مرات ويحل عليهم الروح القدس ويتنبأوا بين الأنبياء، ولا يحققوا لشاول هدفه. وهنا الواحد يقف يتعجب، طب أول مرة شاب عينيه وسمع، طب ما تغيرش ليه؟ لكن صمم على اللي في دماغه، صمم على القتل. طبعت المجموعة التانية ولقيت المجموعة التانية تنبأت وما جاتش، طب ما فهمش، ما شافش، يعني معنى ان المجموعة تتنبأ، يعني ان الله بيناديه، يعني ان الله بيعلن له ان داود هو المختار، ومش هيسمح له ان داود يبقى بين ايديه فريسة. برضو ما فهمش، او ما حاولش، او ما رضيش ان يفهم او يبصر او يسمع. ونبعت المرة التالتة، واول مرة في الكتاب المقدس بل في تاريخ الانبياء كلها يقول ان روح الله حل على الانبياء 3 مرات، على الرسل، على المرسلين، وكلهم تنبأهم، واللي بعتهم يزداد شر ويزداد سوء، مش شايف، قلنا عينه شريرة. فذهب إلى هناك، قال طب أنا أروح أنا بنفسي. فذهب إلى هناك إلى نيوت في الرامة،
فكان عليه أيضا روح الله. عجب الروح النجس اللي حل فيه أول مرة، الروح القدس يحل عليه تاني بعد ما فرقه، يفكروا بأيامه الأولى، أيام تعزياته مع الله، يفكروا إن هو ماشي غلط وطريقه مش مظبوط. فذهب إلى هناك إلى نيوت في الرامة، فكان عليه روح الله، فكان يذهب ويتنبأ. حتى جاء إلى نيوت في الرامة، أول ما وصل يعني قبل ما يوصل بشوية بدأ يتنبأ، ولما وصل خلع هدومه، خلع أيضا ثيابه، وتنبأ هو أيضا أمام صموئيل، وانطرع عريانا ذلك النهار كله وكل الليل. أول مرة نسمع ونشوف عمل الروح بالصورة القوية دي، لا شفناها في القديم بعد كده ولا شفناها في الجديد، ان يقعد الانسان طول الليل كده تصل به الحرارة بتاعت الروح وعمل الروح فيه وتسابيحه، انه مش طايق هدومه حتى طول الليل. لذلك يقولون أشاول ايضا بين الانبياء، وسمعوا اول مرة الناس لما قالته وشافته تنبأ وقالوا أشاول بين الانبياء، بيعيده لأول نقطة في حياته لما تقابل مع صموئيل واختاروا الله، بيفكروا بالحاجات اللي خدتها وفقتها، وإن اللي بيعمله ده يزيده بعد عن الله. لكن الله كان له قصد تاني، مش بالنسبة لشاول بس، لا، ده يوريك حاجة عجيبة جدا. حتى الله لما كان بيعمل مع شاول كان أيضا يعمل لأجل داود، وده بيوريك تدبير الله للإنسان اللي بيمشي مع ربنا. يكتر عليك الضيقات وتكتر عليك الهموم والمشاكل والدنيا كلها تسود قدامك والناس كلها تسيبك، لكن ما تعرفش وتنسى ان الله هو بيدبر لك وبيرتب لك من خلال الضيقة ومن خلال السواد اللي انت شايفه ده اللي انت تتمنى انه تخلص منه. لو قلت لداود ساعتها يا داود ده شاول بيتنبأ، ومية المية قالوا له، كان تفكيره ايه؟ شوف الحرب اللي تيجي على داود والشكوك اللي كانت تجيله. لكن الله كان بيدي فرصة لداود علشان داود يهرب والناس اللي معاه. لما يقعد 3 أيام الناس اللي مع شاول بيتنبأهم، وبعدين شاول ياخد يوم وليلة، خد بقى ده 4 أيام يكون داود رتب نفسه، لأن أول شاول أو أول جنوده ما راحوا عند يقبضوا عليه عرف رايحين يقبضوا على داود عند صموئيل، فالناس كلها عرفت وقالوا له، فكانت فرصة لداود ان هو يديله مخرج، لانه يعطي مع التجربة منفذ ويعطي مع الضيقة مخرج، يرتب للإنسان ايا كان في مكانه. كانت فرصة ان داود يهرب وينجو بحياته ويروح يقابل يوناثان تاني ويقول له يا يوناثان ابوك عمل كده معايا وابوك وانا، ويطلب وساطة يوناثان. وداود رجع، شاول رجع وما استفادش، ازداد رداءة. احنا كده، او الانسان الجزداني كده،
الله يقبل جهوده بنعمه، وهو يصمم انه يتمادى في شره ولا يرجع عن شره. الغيرة اللي ملت وبدأت هي تحرك قلب شاول حتى لا يصفو أبدا، مش يصفو حتى لداود، يصفو نفسه عشان يخلص نفسه. ولما جه يوناثان يكلمه ويقول له هو عمل ايه ويرجعه لصوابه، غضب عليه وشتمه وقال له انت اخترت ابن يسى لخزيك، وقال له الموضوع واضح لانه مدام ابن يسى حيا على الارض لا تثبت انت ولا مملكتك، والان ارسل وقت به الي لانه ابن الموت. هو تصميم على عناد مع الله. العين لما بتفقد الرؤية وبتفقد الاستنارة بتاعتها بيتحول الإنسان، بيبقى زي ما بيعرفش كل ده إلا بعد ما بيضيع منه الفرص. بعد ما تنتهي الفرص كلها يبدأ يقول لك يا ريتني. ما يعرفش إلا في الآخر لما يفقد كل حاجة. لكن طول ما هو في قوته وطول ما هو في جبروته ما عيني عمي برضه ما يشوفش. استمر شاول لم يتعلم، استمر يطارد داود وداود يهرب. شوف لما الإنسان عينه بتعمى، وشوف لما الإنسان عينه بتنور. رغم كل اللي عمله شاول ده كان داود يرى فيه مسيح الرب، وكان عنده مسيح الرب ده مقدس ما يمدش ايده ليه، ايده ما تبقاش على مسيح الرب ابدا حتى لو كان فاسد. ليه؟ لان ده مسيح الرب. لما طلع شاول المرة ملهاش عدد وطلع وراه في الجبل عشان يقبض عليه تاني عشان يقتله، ودخل المغارة وبعدين دخل المغارة ونام وداود بره ما كانش شايفه، كان جوه ومش شايفه. وبعدين طلع داود بقى وخد العدة بتاعته وناداه. لما جم اللي مع داود قالوا نقتله، ده ربنا وقعه في ايدك اهو، ربنا جابه لحدك هنا اهو. قال لهم كيف امد يدي لانه هو مسيح الرب. ولما جه حتى يكلمه قال له كده، قال له انظر يا ابي، انظر ايضا طرف جبتك بيدي. ناداه ان ابوه، احترمه، ده اللي عينه مفتوحه لانه شاف لما يحترم شاول مسيح الرب هو بيحترم الله نفسه اللي اختار شاول واللي دهنه مسح بيه شاول. ما كانش بيبص له حتى نظرة، لدرجة ان شاول لما فرغ داود من التكلم بهذا الكلام، ده تلاقيه في صامويل الاول 24، قال له هذا صوتك يا ابن داود؟ ورفع شاول صوته وبكى. شاول العملاق ده حس انه كان في ايده وكان في ايد داود ونجا. بس تقول لي كان طب يعني ايه ده؟ الانسان كده مننا؟ اوعى تفتكر انا بتكلم على شاول، لا،
ياما في مرات من يوم الواحد ما وعي ويقول لربنا خلاص وخلاص وخلاص ويعيط ويتناول، وبعد أسبوع يرجع تاني ويخش في الضيق ويقول لو تفكني من الضيق، أو لو 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 لو، ويعمل 60 ندر، وبعد ما يطلع من الضيقة ينسى الندر وينسى ربنا وينسى كل حاجة. ولما تيجي تقول له يقول لك لا، ده أنا اللي لمحت وأنا اللي عرفت وأنا اللي كنت ذكي وأنا اللي نفدت، وينسب كل اللي جاله من خير له هو. هو ده. فلما فرغ داود من التكلم بهذا الكلام إلى شاول، قال شاول هذا صوتك يا ابني داود؟ ورفع شاول صوته وبكى. ثم قال لداود أنت أبر مني لأنك جازيتني خيرا وأنا جازيتك شرا. الله. طب لما أنت عارف كده، طب لما أنت شفت كده هتتغير، هتسلم لله وترجع تاني تهتم بقى بحياتك مع ربنا تاني وتشوف. ممكن واحد يقول لك ما كانش عارف ان داود ربنا اختاره مكانه. طب اسمع قال لداود ايه؟ قال له وقد اظهرت اليوم انك عملت بي خير، لان الرب قد دفعني بيدك ولم تقتلني. فإذا وجد رجل عدوه هل يطلقه في طريق خير؟ فالرب يجازيك خيرا عما فعلت ألي هذا اليوم. والآن فإني علمت، شوف بيشهد على نفسه بقى، شفت بقى عزم بالمفهوم بتاعنا، يقول لك الواحد ده بيستعبط بيعمل إنه مش عارف. فإني علمت، علمت إيه؟ فإني علمت أنك تكون ملكا وتثبت بيدك مملكة إسرائيل، فاحلف لي الآن بالرب أنك لا تقطع نسلي من بعدي ولا تبيد اسمي من بيت أبي. فحلف داود لشاول، يعني عارف أن هو ده اللي الله اختاره مكانه، وعارف أن هو اللي هيبقى معاه بعده، واعترف له. لكن العين العامية مهما تشوف ما بتشوفش. ده بتفكرنا بالنبي العراف، النبي الكذاب بالعام، اكتر واحد تنبأ عن مجيء المسيح، النبوة اللي احنا بنحطها في اول نبوته كده، نبوة بالعام، لما ربنا فتح عينيه وقال على نفسه الرجل المفتوح العينين، وقال النبوة بتاعته، ومع هذا ما استفادش من الفرصة اللي ربنا اديها له، ومع هذا ما نفعتوش. بعد كده عينه اتقفلت وعمي، والدبة بتاعته شافت الملاك وهو ما شافهاش. والله يكلمه ويسمع صوت ربنا ويطلع يعمل ضده. والله يقول له ما نشهلق، ما تلعنش الشعب، انا هبارك الشعب لان ده شعب مبارك. يطلع يقول للعدو انا اقول لك فكره تانية، ما دام ربنا مش هيقبل ابدا شر عليهم، انا اقول لك اعمل ايه، ويديله فكره شيطانيه يدمر بها شعب الله. ربنا فتح عينه قد ايه؟ قال له ما تتعبش نفسك، كل ما تقدم ذبحه ونيجي نلعن الشعب الله يباركه. أنا أقول لك حاجة، طلع البنات اللي عندك عشان يزنوا مع الأولاد بتوع الله، فتبقى في نجاسة
وأول ما في نجاسة الله هيدير وقعه عنهم ويبيتهم. جنون، شغل شيطاني عجيب ولم يستفيد. الله بيفتح عينك الإنسان أحيانا بل كتير قوي، تلاقي كده عينك اتفتحت وفقت، ومع كده بعد شوية ما بتستمرش، ترجع على عينك مرة تانية. طب المرة دي وقع في الفخ ونجا وقال له انا عرفت ان ربنا اختارك وحلف لي بقى عشان ما تقطعش نسلي، وحلف له. طب سكت، قررها مرة تاني، راح تاني ودخل برضه يطرده تاني، وقع في ايده وخد منه كوز الميه وقطع جبته ولا قطع هدومه ولا والاخر بكى تاني وسابه وماشي ما تعلمش. الله. طب بعدين هاجي عليه الفلسطينيين، خد بالك من الفرص اللي الله بيديها لنا. طب هاجي عليه كل الفلسطينيين ودخل في حرب او بيحارب، هيبداوا يحاربوه وما لقاش منفذ، يقول لك واضطرب قلبه جدا في صموئيل الاول 28، وكانت معركه فظيعه. الفلسطين كانوا بيهددوهم على طول من ايام جولياط. شوف يقول لك ايه العجب بقى، يعني كل اللي بيعمله ده وراجع تاني يسأل ربنا، وعارف ان ربنا وكلام صموئيل قاله ربنا نزع عنك الملك، يقول لك ولما رأى شاول جيش الفلسطينيين خاف واضطرب قلبه جدا، فسأل شاول من الرب فلم يجبه الرب. عمى، راح يسألوا على الحرب بتاع الفلسطينيين. طب الأول يسألوا عن خلاص نفسك، يسألوا عن التوبة. دلوقتي جاي تقول لله ما انت سبته، ما انت اديته ظهرك من زمان، ما انت دوست على كلمة الله، امال فين ربنا؟ امال ربنا ما عملش ليه؟ يبقى ربنا مش موجود. قال له امال ربنا ما نزلوش من السماء ملائكه ليه سقطهم عليه؟ ده كلام ده احنا يعني. طب وكنت فين؟ عايز دلوقتي ربنا ينزل لك ملائكه وسقط لك من السماء وانت ده لو نزل لك ملائكه حتى مش هتعرف شكله. شوف يقول لك سأل شاول من الرب فلم يجبه الرب، لا بالأحلام ولا بالأوريم ولا بالأنبياء. نسي انه قام وذبح كل كهنة بتاعة الرب عشان داود، أراك دماغهم وهو وقف بنفسه. فقال شاول لعبيده فتشري على امرأة جان، قاعد يدور على بتوع السحر واللي بيحضروا الأرواح. أعمى، نسي الشريعة، نسي وصية الله إن ما يطرحش الجاه ولا غير جاه. طب الجاه اللي هينجدوك ويقولوا لك الرحلة بتاع الجاه، فذهب إليها ولم واسألها. فقال داود، فقال له عبيده هوذا امرأة صاحب الجان في عين دور، قتل كل الأنبياء ما فضلش حد عنده يسأله، ما يعملك تتبعك، ما هو اللي انت بتزرعه هو اللي هتاكله منه من غصب عنك. قالوا في واحدة
بتشتغل بالجان، بس هو كان محرم الجان وهيقتلهم، فحتى خلص عليهم وخلص على الأنبياء. تنكر شاول ولبس ثيابا أخرى، وذهب هو رجلان معه، وجاءوا إلى المرأة ليلا وقال اعرف لي بالجان واصعدي لي من أقول لك. فقالت له المرأة هوذا أنت تعلم ما فعل شاول، كيف قطع أصحاب الجان والتوابع من الأرض؟ فحلف لها شاول بالرب قائلا حي هو الرب أنه لا يلحقك اسم في هذا الأمر. عين مش شايفة خالص خالص. بس اللي أنا عايز أقولك العجيبة اللي تستغرب منه، يقول لك حضرت المرأة روح صمويل. سيبك بقى تقول لي دي تروح صمويل، تقول لي دي تروح شياطين، اختلفوا المفسرين، لكن خدها كده على شكلها. المهم حضرت له روح صمويل، حضرت له واحد شكل صمويل. تقول لي هو صمويل ولا مو صمويل، اقول لك ده مش موضوعنا، المهم انها بالجنب بتاعها الله هنا هيكلمه، حتى باي صوره باي شكل هيكلمه. شوف، فقال له ايه شاول بقى؟ ده اللي انا عايز اقول لك بقى. صمويل قال له ايه؟ فقال صمويل لشاول لما حضرته لماذا اقلقتني باصعادك اياي؟ انت عمال تلف ليه وتدور ليه؟ ما الطريق قدامك واضح، الله رفضك. طب اعمل اعمال طليق انك انت اعمال توب عشان يقبلك. طب ارجع لله وتصرف تصرف اولاد الله، برضو الشر فيك حتى لو وصل للجاه. قالوا لماذا أقلقتني بإصعادك؟ قال شاول قد ضاق بي الأمر جدا، الفلسطينيون يحاربونني والرب فارقني. يعني عارف أن الرب فارقه ولم يجبني، وعارف أن الرب ما بيبصلوش خلاص، وعارف أن بيعملوا ده ضد محبة الله وضد كلام الله. لا بالأنبياء، ولم يعد يجبني لا بالأنبياء ولا بالأحلام، فدعوتك لكي تعلمني ماذا أصنع. تقف كده وتشوف الإنسان اللي بيركبه الشياطين أو العايش في الظلمة كيف يتصرف، عشان تعرف تصرفاتنا بيبقى منظرنا إيه. أي واحد يشوف المنظر كده يقول لك ده راجل فقد عقله، السكة قدامه بس مش شايف، لا شايف دي ولا شايف دي. العمى يجيب عمى، والعمى يزود العمى. لكن اللي انا عايز اقول لك، فقال صمويل، ده اللي احنا يهمنا بقى. صمويل في اول مرة اول ما غلط وما سمعش كلام الله قال له كده، قال له لانك لم تسمع كلام الله الله رفضك من الملك، لان الطاعة خير من تقديم الذبيحة. لكن اعمى ما فهمش، شوف هيقول له ايه بعد كده، حتى بعد اللفة دي كلها كلام الله ما يتغيرش. فقال صمويل لماذا تسألني والرب قد فارقك وصار عدوك؟ ياه، ما احنا بنستهتر، ما احنا في علاقتنا مع الله ساعات بنستهتر بالله ونستهتر بأقواله، ويعني فعلا بيستهتر. ما انت تقول واحد يا جدع اللي انت بتعمله ده حرام، يقول لك ما انا عارف.
ما هو ما انا عارف يعني ايه، يعني بيستهتر. ايوه انا عارف انه حرام، لكن هو بيعمل. تقول انت بتعمله ده افترا، ده ضد الانجيل وضد الحياه، يقول لك ما انا عارف، ويتنه يعمل اللي هو بيعمله. ما استهتر بالله فصار لك عدوا. واحد يبقى عدو لله، طب من يقدر يقف قدام الله عدو؟ ده عدو الله هو واحد، هو الشيطان اللي راكبه، اللي بيخلي العين عمية ما بتشوفش. وقد فعل الرب لنفسه كما تكلم عن يدي، بيفكره. وقد شق الرب المملكة من يدك وأعطاها لقريبك لداود. بس قال له جملة بقى، هي دي اللي هتكمل الحكاية بقى عشان تعرف السر هنا، المفتاح. قال له لأنك لم تسمع لصوت الرب ولم تفعل حمو غضبه، لذلك قد فعل الرب بك هذا الأمر اليوم. لخص له سبب العمى بتاعه وسبب أعماله كلها وسبب الظلمة اللي هو فيه في الجملة دي، لأنك لم تسمع لصوت الرب. خلص الكلام، خلاص. هيقول له تاني، لأنك لم تسمع لصوت الرب. العين لما تعمى، أو ذات الإنسان نفسه لما تتكبر وتبقى هي كل حاجة، تعمل عين وتقفل الودان، تخلي الودن ما تسمحش، يبقى قاعد وسمع العزة بتاعت المسيح وشاف المعجزات اللي بيعملها، ولكنه سمع ومجرد ما يطلع خلاص ودان ما بتسمعش. خد بالك، المسيح بصلهم الأذن، بيسموها في الحياة الروحية الأذن الغلفاء، اللي فيها غلفة، يعني مش طاهرة، مش مقطوعة الغلفة بتاعتها، الودن اللي ما بتسمعش كلام الله. ده العمود اللي بيقع على كل إنسان ويدمره وما وصلوش ملكوت الله. العين لما تعمى وما تشوفش، الودن تتقفل تتسد. داود لما سامويل لما قال له كده، سامويل اختبر الحكاية ديت وعاش فيها، وهو في الهيكل لسه صبي صغير، ربنا ناداه ما ردش، ما سمعش حاجه، ما اتكلمش ربنا معاه. كلمه تاني مره ما ردش، ما اتكلمش، ربنا ما كلمهوش. راح لعالي الخبير بقى بتاع الهيكل، قال له ما انت لازم لما تسمع الصوت تقول له تكلم يا رب، لان عبدك، خد بالك، سامع. اتكلم، انا سامع. والسمع ده ما يقول له سامع، يعني مش انه سامع الكلام، السمع ده مش بمعنى الاصغاء يعني، لا، لكن بمعنى الطاعة. ما كلنا بنسمع، ما فيش بني آدم على وجه الأرض ما سمعش.
ما فيش واحد في شعب الله القديم ما سمعش، ولا في أي مكان إلى هذا اليوم ما سمعش. الكل سمع، لكن نصلحها بقى، مش الكل سمع، الكل أصغى. ودى ودنه كده وسمع الكلام اللي بيتقال ولكنه ما طاعش. وهي ديت الخطية الأولى اللي بتعمل إنسان، والخطية الأولى اللي تحرمنا من ملكوت الله، والخطية الأولى اللي بتدخل الإنسان في الظلمة. عشان كده قال لهم ودان ولا يسمعهم ولهم عيون ولا يبصرهم. تقول لي ازاي ما دام له ودان ما بيسمعش، ازاي ما سمع؟ اقول لك هنا بيسمعهم يعني يطيع، يعني يقول له تكلم يا رب لان عبدك هيعمل، سامع، هينفذ، ما يناقش. تقول لي لماذا دعي ابراهيم اب الاباء؟ وليه احضان ابراهيم بتتفتح لكل اللي ينالوا ملكوت السماوات؟ اقول لك شوف، بسبب انه سمع، سمع لكلام الله. تقول لي يعني تستاهل ديت؟ اقول لك جرب يسمع. لما قال له سيب اهلك وسيب عشيرتك، وكان عنده 75 سنة ووثني، لكن اول ما سمع صوت قال له سيب كل ده واخرج نفذ دون ان يسأل. لا قال له فين ولا قال له ازاي، قال له انا الله، انا الرب، سيب كل اللي عندك وتعالى، اخرج. خرج. ده لما قال له قدم ابنك ذبيحة، لقال له ازاي ولا قال له ليه ولا قال له ده معقول ولا قال له ده حرب شيطان ولا ايه ولا تشكك، لكن يقول لك فبكر ابراهيم باكر جدا. الله، هو ده السمع اللي سمع، هو ده اللي بيسمع. بيسمع يعني مش بيصغي بودنه، بيسمع يعني بيطيع، بيقول لربنا حاضر. بيسمع يعني بيقول له لتكن مشيئتك انت مش مشيئتي انا. اللي ما بيسمعش بيقول لربنا لا، مش مشيئتك انت، مشيئتي انا اهم من مشيئتك. هي دي الذات، انا اللي عايزه، انا عايز دي، لكن اللي انت عاوز ده ما ينفعنيش، انا مش على مزاجي. عشان كده ما بيسمعش. تقول له ليه ما بيسمعش وليه احنا ما بنسمعش وليه بنقفل وداننا؟ عشان عارفين ان اللي ربنا بيطلبه مننا ضد اللي احنا بنعمله وعايزينه. طب وربنا اللي عايزه ايه؟ يسمع ايه؟ ما يسمع الوصية، ما هو ده اللي ربنا دهن. نقعد نجادل فيها، مش عايزين نسمع. يحب عدوه، بيطلب يحب عدوه. تصور بيقول لك ايه يا جدع؟ بيقول لك حب عدوك. ايه معقول الكلام ده؟ يقول لك من لطمك اديله التاني. يا عم ده كلام برضو. لا لا لا، انا ما اقدرش. يغلق اذنه عن السمع، يقول له بدون القداسة ما تشهد، ما لن يرى أحد الرب. يقول له نعم، بدون القداسة لا، ما أقدرش أعيش أنا كده. لا 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 لا. يقول له من نظر، يقول لك لا لا لا. يرفض. الرفض هو اللي بيحرمنا من ملكوت السموات، هو اللي بيحرمنا من عمل النعمة، هو اللي بيحرمنا من الجهاد. ما هو يسمع ايه؟ بيقول له تقف ضد نفسك، ضد ذاتك.
تحبني أكتر من أي شيء تاني قبل أبوك وأمك ومراتك وأخواتك وبيتك. يقول لك لا، لما أروح الأول أشوف اللي أنا متجوزتهم جديد وأشوف الغيط وأشوف البقر، عرس إيه يا عم؟ لا، الله الأول. يقول لك أنا الأول، تقول له لا لا لا، أما خلص أبا أروح، لما أفضى أبا أروح. تقول له ما جيتش النهاردة، يقول لك أصل كان عندي مشوار. المشوار الأول، لما يخلص المشوار يقول لك لا. بيقول لك لا وبيرفض، لأنه عارف إن هو دي مشيئته غير ديت، لأن الله بيطلب منه، هو بيتهيأ له إن الله بيطلب منه المستحيل، ومش عارف إن هو لما بيقول له حاضر تكلم يا رب عبدك سامع هنفذ، في ساعتها الله هو اللي بيعمل كل شيء. علشان كده كتير قوي كتير قوي ما بيحبوش الإصحاح اللي احنا قرناه في العهد الجديد ده، كتير قوي قوي من بتوع العالم، ولما تقراه لحد يتقفف كده منه. هو يقراه لما يقولك هديك بركات وهديك وهديك، زي بتوع العهد القديم قاعد المسيح يكلمه وصغير له كده ومبص له كده ومفتحين عينيهم، لكن ولا واحد منهم أطاع، بل كل ما يقول حاجة يقول ازاي ده بيقول الكلام ده، ازاي ده كسر الناموس، ايه اللي بيعمله ده، لا لا لا، ده هذا الكلام صعب. هذا الكلام صعب يعني ايه؟ يعني مش ممكن واحد ينفذه، يعني قفلوا مدنهم ورفضوا ان يسمعهم لألا يخلصوا. عشان كده بص لهم قال لهم ايه بقى؟ هو قال لنا احنا، قال لهم ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات. ايه؟ انت قلت ادعني في وقت الضيق انقذك فتمجدني، وقلت لي ادعيك ونعيد وادعيني 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 وانا واقف على الباب واقرع، دلوقتي بتقول لي ليس؟ اه، لانك لم تطع لم تسمع. عايزين الله، احنا عايزين ندخل الله بمزاجنا في العمل اللي احنا بنعمله، بس عشان كده ما بناخدش. حتى اللي بيجي الكنيسة وبيجي لربنا عاوز يجي عشان ياخد اللي هو عاوزه، لكن ما بيقولوش لتكن مشيئتك. ولما تشوف هو عاوز ايه من ربنا تلاقي كلها حاجات عالمية زيلة زيلة بتزول، لكن جاي عشان عاوز دي بس. واللي عنده مشكلة يجي لربنا وتشوف المشكلة تلاقي مشكلة مش من ربنا، ده منه هو، لكن عاوز ربنا يخش. ربنا بيدهك للسماء مش للأرض. تقول ربنا عشان تبقى عشان تاخد السماء وعشان تخلص، ولا عشان نحل لك مشكلة، ولا عشان ننجح لك ابنك، ولا عشان نجوز لك بنتك. انت عايز مأزوم مش عايز ربنا، مش هو ده العبادة بتاعتنا، مش هو ده الهدف. انت عاوز تحول لله لإنسان في العالم، لحاكم عالمي يسمعك وينفذ لك اللي انت عايزه، ولو ما ادك شيء ولو ما ردش مفيش الله، ونشك في الله ونقول الله الله الله، وكل اهتماماتنا كلها حاجات بالعالم، كل اهتماماتنا وكل توصيتنا وكل جرينا مفيش على العالم. ما انت هتسيب العالم هتسيبه من غصب حبة عينك، ما انت في لحظة ما تعرفهاش امتى اللحظة دهيت، هتلاقي نفسك طلعت من هدومك ومفيش حاجة، عريان لا تاخد شيء ولا ينفعك شيء، ولا اولادك
ولا مراتك ولا أعمالك اللي هي تبع العالم دي. قال لهم ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات. مش كل واحد يجي يقول لي أنا، عشان كده الشيطان بيضللنا، يخليك تهتم ويخليك يحول، عاوز يحول عبادتك ويحول الكنيسة إلى سوق تجاري، مكسب وخسارة، فلوس ومصالح، لكن مش تخلص نفسك، مش عشان تطلع من العالم نظيف، لا، تطلع وانت محمل بالعالم واللي فيه. ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السموات. أمال مين يا رب اللي يخش ملكوت السموات؟ بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السموات. شفت؟ شيل بقى كلمة ديت، يفعل دي يسمع، عشان يسمع إرادة الله ويعملها. عشان كده لما بنقول أوشيت الإنجيل ثلاث مرات عشية وباكر وفي الإنجيل، نقول له جعلنا مصحك أن نسمع ونعمل. ما لو سمعنا بس، لا. طب انت هنا سمعت 500,000 عزم وما عملتش، هتعمل لك ايه؟ سمعت كل العالم اللي بيوعظ والكلام، اتكلمت للصبح، طب بلاش، سمعت، قعدت سبحت وصليت وعليت صوتك 100,000 مرة وانت ما بتعملش بالوصية، زي البغبغان. هو البغبغان بيبطل يردد اللي بيسمعه؟ لكن ما بيعملش حاجة. شوف، بدون العين، بدون الودن المختونة والعين المفتوحة، لا يمكن إنسان يدخل ملكوت السماوات. لما ودنه ما بتسمحش، هيسمع ازاي ربنا يقول له خش الفرح سيدك؟ ما هو ما بيسمحش، ما هو ما بيطيعش، هيقول له، يقول له لا، هو فين فرح سيدك؟ شوف، يقول له كثيرون، ده المسيح بيقول الجموع في قانون، في قانون، قانون الكنيسه وقانون المسيح اللي حطه، كثيرون مش قليلين، كثيرون. طب لما ناخد الكثيرون يبقى فاضل ايه؟ فاضل قليلين. طب الكثيرون هيقولوا ايه؟ كثيرون سيقولون لي يا رب في ذلك اليوم اليس باسمك تنبأنا؟ يعني وعظنا وبشرنا وباسمك اخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيره. طب ما انت عاوز ايه يا رب؟ مهم ده، بيقولوا عملوا عملوا، ما هو دي العين العمية، ما هي دي العين لما تعمى والودن لما تتقفل، ما يسمعش صوت الله وما يعرفش. ما هو لما يقول له، يقول باسمك، يقول له باسمك تنبأنا يعني وعظنا وباسمك اخرجنا شياطين، العين العمية تفتكر ان هو اللي بيخرج الشيطان فيرتفع، ما هو الذات، لانه مش شايف ان هو الشيطان بيخرج، مش عشانك انت، ده عشان اسم اللي انت استعنت بيه، اسم الله اللي خرج الشيطان. ولما جت انت تتكلم والناس سمعت والناس تابت، مش عشان انت اللي بتتكلم، ده الله اللي انت بتتكلم باسمه، وباسمك صنعنا قواه، معجزات يعني، اسم الله هو اللي صنع المعجزات. أما الأعمى واللي بيشوف ويبقى أعمى، يفتكر إن الشخص نفسه هو اللي عمل المعجزات، يألهوه ويبقى هو الإله. لما يشوفوا واحد بيوعظ ويتكلم ويسبح، يوعظوه يرفعوه فوق، مش شايفين الله اللي بيتكلم والله اللي بيدي الكلمة،
والله اللي بيدي العزة، والله اللي بيدي يعمل المعجزة. اسم الله باسمك، شال كلمة باسمك وحط ايه؟ انا اللي عملت كده. مو مش عشانك انت الله يوقف العمل، لا، الله يعمل باي طريقة وباي انسان وباي في اي مكان، لان الله قادر، لكن انت اللي ما انتش هتاخد في الاخر. فهمتوا الآية؟ باسمك، قالوا هما بيقولوا كده بيفتخروا، لكن عشان العمى الذات بتاعتهم مالية كل حاجة، فاكرين هما اللي بيعملوا كده. طب اقف انت كده كده ووريني بقى شطارتك، وقول له، قول للشيطان اخرج من غير ما تقول له اسم الله، ما تذكر اسم الله، هيهجم عليك ويفسخك. اعمل اي عمل وما تقولش باسم الله، حط اسمك انت، ولا اسم مراتك، ولا اسم اولادك، وشوف ربنا يعمل فيه ايه. مش هيعمل حاجة، لكن الاسم نفسه قوة، الاسم نفسه قوة. قال له باسمك وباسمك 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 صنعنا. قال لهم اني لم اعرفكم قط، اني لم اعرفكم قط، انتوا بعيد عني، انتوا مالكوش علاقة بيا، انتوا بتسمعوش اللي انا بقوله، انت بتاخد مجدك مجدي. وبعدين كمل بقى المسيح، خد بالك من الآية اللي جاية هتربط كل الموضوع بقى. فكل من يسمع أقوالي ويعمل بها، كل اللي يسمع القول بتاع المسيح ويعمل بيه ايه؟ يبقى زي الراجل اللي بيبني بيته على الصخر. طب واللي يسمع وما يعملش؟ يبقى بيبني بيته على الرمل. عشان كده لما تشوف سفر الرؤيا تتعجب قوي. يبدأ في كل كنيسة ميجي بعت لها الرسالة، في آخر الرسالة الأول يقول له، في آخر الرسالة يقول له أنا عارف أعمالك. خد بالك، يقول له الأول أنا عارف يعني شايفك ووزنك، وبعدين ويختم الرسالة من له أذنان للسامع فليسمع. يعني اللي هو ودان يسمع يعمل بقى اللي انا قلته اهو. تلاقي قرارها 7 مرات في الاصحاح الثاني والثالث بتاع سفر الرؤيا، من له اذنان للسمع. وعشان كده الكنيسه في ابو غلامسيس تقولها باللحن الطويل بقى، ياخد له بقى نص ساعه في كل مره، يقول لك من له اذنان للسمع فليسمع، وكل اللي قاعدين يتكلمهم ولا هو فاهم يعني يسمع، ما بيسمع، حدش بيسمع. يسمع بيصغي، وعشان كده اول ما يطلع من الباب ينسى، الشيطان ياخدها. اجعلنا مستحقين ان نسمع ونعمل باناجيلك المقدسه. طب انا عايز اسمع؟ لا. طب انا عايز اعمل؟ لا. ليه؟ لان نفسي انا مش عايزه. خد بالك بقى، انا نفسي مش عايزه، نفسي انا ذاتي انا مش عايز ديت، ما بحبش الصنف ده، ما تجبرنيش. عشان كده الذات لما تمسك في الانسان تعمى عينيه وتسد ودانه، تجعل العين مطموسه وتجعل الاذن صماء، لا تسمع ولا تعمل، وبالتالي تبقى في المنظر كده قريبة من الله، وفي المنظر كده لها نشاط في بيت الله ومعروفة قدام الناس، وكل الناس بتهلل بيها، والمسيح بيقول أنا لا أعرفه. إيه ده؟ كل الناس عارفين، وفي حد ما عرفنيش؟ ده أنا مشهور، وتلاقيني في كل البرامج طالع على الشاشات، والناس كلها بتقول ما فيش الا انا. يقول لك انا ما اعرفكش، ده انا ما اعرفكش. طب ده انا بوعظ. ايوه انت بتوعظ الناس، الكلمه ما بتعملش باللي بتقوله.
انت ما انتش عاوز تعمل، انت عاوز تمجد ذاتك، تمجد نفسك، بمعنى البلدي يقولك يمتع، ها يمتع نفسه، عاوز يمتع نفسه. ثم ماذا؟ كم مرة جاية. ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وللأبد الأبدين، آمين.